يابا انت مش عايز تشوفني ليه يابا؟ ده انا جيت لك 3 مرات. هو انا زعلتك في حاجه؟ لا يا ابني انا مش زعلان منك، انا زعلان من نفسي، انا اللي خذلتكم. بدل ما كنت ابقى قدوه ليكم سببت لكم العار بالعمل اللي عملته. ادم انا عايزك تنبه على اخواتك محدش منهم يجي يزورني هنا، يا ريت لو تتبروا مني خالص يكون احسن. ما تقولش كده يابا، انت مهما عملت هيفضل مقامك عالي وعلى راسنا من فوق. ما خلاص يا ابني ما بقتش اشرف حد ولا استاهل ابقى فوق راس حد. اصدق ازاي يابا؟ ده مفيش اكتر منك بيخاف ربنا. انا مش ملاك يا ابني، انا بني ادم ولا طاقه. كتر الدقه على الدماغ والمسؤوليات اللي ما بتخلصش ومفيش دخل، كل ده خلاني اتوالت وما بقتش عارف انا بعمل ايه. مش ذنبي يا ابني، مش ذنبي لوحدي، ذنبي وذنب الحكومه اللي فسدتنا، جوعتنا وسابتنا مش لاقيين اللضب، مرتبات ما بتكفيش العيش الحاف وهم عارفين وساكتين. ولو طالبنا بالعدل بتاع ربنا يقولوا لنا منين؟ نجيبوا لكم منين؟ ومعاهم حق، هما يلحقوا على ايه ولا ايه؟ على الفلوس اللي بيسرقوها ولا على قوتنا احنا وقوت عيالنا؟ والنتيجه ان اللي يقع زي حالاتي يصير يلوش ويضيع ومالوش ديه. ما تبصش في الارض يابا، انت مهما عملت هتفضل كبير. انا الشيطان غلبني يا ابني، ما قدرتش عليه. احنا في زمن عايز ملايكة، زمن اللي بيحاول يحافظ فيه على دينه زي اللي مسك في ايده جمرة نار. انا ما قدرتش، ما قدرتش. ما تقولش كده يا عم امين، ما تقولش كده. مش معنى انك غلطت يبقى كفرت، ما الناس كلها بتغلط وربك بيسامح. بس انا غلطتي كانت كبيرة يا ابني، انا غلطت غلطة تخلي راسي في الطين طول عمري وما تخلينيش اعرف ارفعها منه تاني. نصيحة مني يا ابني، ما تعملش زي ما انا عملت، ما تعملش الغلط، اعمل الصح وقول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حد، ما تططيش لأي حد، ما تخافش غير من اللي خلقك، وما تططيش غير للي خلقك. اكسب نفسك أحسن ما تحاول تكسب الدنيا وتلاقي نفسك في الآخر خسرت الاتنين وتعيش في جحيم زي يا رجال. خليك فاكر يا ابني، اعمل الصح وقول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من حد، ما تخافش غير من اللي خلق، ما تطيش لحد، ما تطيش غير من اللي خلق. بطل ضحك وشوف شغلك يا ادم. عامة انا مش هرد عليك عشان انت ادبويا وانا راجل محترم. تمام كده يا عم عفيفي؟ تمام. حكاية الراجل المحترم دي ما تاخذنيش يا ادم، انا مش مصدقها. انت يا عم ايه؟ الله انت راجل مهزأ ولا ايه؟ الله اتجننت يا ادم ولا ايه؟ ايه يا عم انت هتسلم يا ادم؟ مشكلة يا ادم، مشكلة يا ادم. انت هتسلم ولا ايه؟ بيت مجنون ولا ايه؟ يا اخي اوعى بقى كده يا ادم، ما يصحش. مش شايف يا عم؟ معلش عمال كل شويه همشيك همشيك. اطلع بره اطلع بره. اطلع بره يا ادم، بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انا عندي فيسبوك وينفع اشتغل في 200 محل، فاهم ولا لا؟ 200 محل؟ ايوه يا عم. ايه يا بيش يا جدعان؟ المحل ده فيه واحد سيس وشكله هيتعور وش يا ابن اللعيبه، ده مفاجئ قوي. اطلع امشي اوعى بقى يا عم. من شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد اذا حسد. يا مولانا الرحيم. يا عم الشيخ صدق الله العظيم، احنا هنفضل في القلق ده ولا ايه؟ انا عايز انام. مش بدل ما طق يا عم، بعد اللي حصل لابويا ده قلت اسد مكانه في البيت، اكل عيشي اتقطع والفلوس اتسرقت، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سرقها. مش حاسب بره في الصاله، انا عاوز انام بدل ما طق من قله النوم. قله النوم؟ انت بتحسش يا عم انت؟ ده بدل ما تقوم تصلي معاه الفجر. تقبل الله. تقبل الله. اسم الكريم ايه؟ ادم. ادم اسم جميل. الله، ده اسم ابو الانبياء والخلق. اخوك مصطفى. انت من منطقة هنا يا ادم؟ من ابو العيلة. ما بشوفكش كتير معانا في صلاة الفجر. بصراحة يعني انا مش منتظم في الصلاة اوي، بس عندي شوية مشاكل كده، قلت اجي اصلي معاكم الفجر يا جماعه. انت ابن حلال، لان انا هقول لك دعاء تقول ورايا كده، ربنا سبحانه وتعالى هيكشف عنك كل كربك وهمك. اللهم اني اشكو لك. اللهم اني اشكو لك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس اللهم اني انا عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك عدل في قضاؤك ماض في حكمك أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وحزني ان شاء الله ربنا هيفك عنك جميع كرب. امين. اخوك محمد. على فكره احسن حاجه اللجوء لربنا، انا كنت زيك مش منتظم لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى بعت لي واحد اخذ بايديا وقال لي كلمه لسه فاكرها لغايه دلوقتي، قال لي ان الصلاه هي الصله اللي بينك وبين ربنا، فمعقولة نقطع الصلة اللي بيننا وبين الخلائق؟ ربنا يخليك يا شيخ مصطفى. وعايزين كده نشجع بعض ونشوفك دايما معانا كده ان شاء الله. ان شاء الله. نشكر. يلا بينا بقى مع الاخوة نسمع كده درس ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بيه ان شاء الله. ان شاء الله. يا شيخ ادم. ايه يا باشا؟ مش لابس اليونيفورم ليه؟ يونيفورم ايه يا باشا؟ الجلابيه والطاقيه والسبحه. ما تاخذنيش يا باشا، مش فاهم حضرتك تقصد ايه. يا ابني عده الشغل يا غالي، اصل زي ما تقول كده يعني خير اللهم اجعله خير. يعني جات لي كده صوره في المنام وانت لابس فيها ابيض في ابيض، جلابيه بيضة وطاقية بيضة وماسك سبحة خضر. بسم الله ما شاء الله عليك سيد العمر. وقال ايه؟ داخل مسجد الرحمن في منطقة ابو العيلة، وقابلت كده ناس لابسين ابيض في ابيض، ناس من هم الطيبين دول قاعدين بتخططوا لحاجة، بتكلموا في حاجة، ناويين على حاجة. بس ساعتها بقى أنا صحيت، معرفش بقى،
كنت بتتكلموا في ايه يا انا؟ كناش بنقول حاجة يا باشا. انا كل الحكاية ان انا اليومين دول تعبان وظروفي ملخبطة معايا، فقلت انزل اصلي الفجر. بالصدفة هناك قابلت ناس معرفهمش، قالوا لي تعالى احضر معانا درس الدين. عينك ما تفرقش عيني، كمل. قالوا لي تعالى احضر معانا درس الدين، قعدت معاهم وحضرت الدرس. كنت محتاج اسمع كلام ربنا يطمني. واطمنت يا روح امك؟ عينك ما تفرقش عيني، ولا خزاهم لك؟ ها؟ انت متعود تروح الجامع ده؟ ابدا يا باشا، انا بروح بس في الجمعه والعيد. اشمعنى الجامع ده تحديدا؟ ابويا يا باشا كان معودني من وانا صغير اروح اصلي في الجامع، زي ما تقول كده يعني. كان فرحان بخلفتي عشان انا الولد الوحيد على بنات، كان بياخدني نروح نصلي في الجامع. كل الحكايه كان نفسه ان ابنه قلبه يتعلق بالجامع. كده حضرتك عندك ابن ونفسك تشوفه كده، نفسك تشوفه قلبه متعلق بالجامع. مش حضرتك عندك ولاد برضه يا باشا؟ ربنا يخليهم لك. يا سيف باشا اهدى شويه. الله، ملهاش لازمه العصبيه دي كلها. وبعدين انا بقى احساسي بيقول لي ان الواد ده ملوش في اي حاجه. هتقعد تقول لي احساسك مش احساسك يا اخي؟ فلقتني باحساسك ده. بقول لك يا هشام، الواد ده كده شكله مش عاجبني. انا كارهه لله في لله. انا عايزك تريحني وتحط لي الواد ده تحت المراقبه وهفكرك. حاضر سعادتك، بس اهدى، شكله كده حويط وتربيه جماعات.